نبهت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار المتوقعة، وتهيب بالجميع اتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول. ولمزيد من التفاصيل ينضم لنا من مدينة أبها مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله العبيد. عبد الله، أهلا وسهلا بك ابتداء. ثم الدفاع المدني كما قرأنا أصدر تنبيهات من استمرار التقلبات الجوية، كيف هو المشهد لديكم في أبها؟ تفضل. صحيح يوسف، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير من خلال متحدثها الرسمي لضرورة أخذ الحيطة والحذر هنا في منطقة عسير في ظل ما تشهد المنطقة خلال اليومين الماضيين وخلال هذا اليوم أيضا من هطول أمطار متوسطة إلى الغزيرة على العديد من المحافظات والمدن الموجودة في منطقة عسير، لا سيما اليوم منطقة عسير منذ ساعات المساء الأولى شهدت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبها وضواحيها، وكذلك العديد من المحافظات كمحافظة سرات عبيدة وخمس مشيط و أحد رفيدة إلى جوار أيضا المحافظات التهامية كمحافظة رجال ألمع ومحايل عسير وصولا إلى بارق والمجاردة. أيضا فيما يخص السواحل الساحلية التي شهدت أيضا فرصة لهطول الأمطار منذ ساعات المساء الأولى لهذا المساء، وأيضا هذا يؤكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لا سيما ونحن في عطلة نهاية الأسبوع. أقف الآن وكاميرا أخبار السعودية ترصد لكم جزء من هذه الأحوال الموجودة هنا في رأس عقبة الضلع المؤدية إلى محافظات التهامية كمربا وأيضا سواحل الساحلية لمنطقة عسير كالبرك والمجارد والبرك والحريضة أيضا التي تشهد أيضا إقبال كبير جدا. ما أؤكد عليه أيضا منطقة عسير مشتهرة بالعديد من الأودية الكبيرة جدا التي تحظى أيضا بسيول منقولة من مناطق بعيدة جدا، وهذه أيضا تشكل خطورة كبيرة جدا. ما أكد عليه المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وضرورة استجابة أيضا المواطنين والمقيمين لنداءات الجهات الحكومية المشاركة. على يميني الآن تشاهدون الحركة المرورية المؤدية إلى عقبة الضلع، الحركة مستمرة، هناك كثافة كبيرة جدا في نهاية الأسبوع والناس متجهين إلى المناطق الدافئة في ظل تواجد أيضا الجهات الأمنية التي شاركت أيضا كالمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير وكذلك المديرية العامة للمرور والعديد من الجهات كأمانة منطقة عسير التي تستعد في ظل حدوث تطورات للحالة الجوية التي تشهدها منطقة عسير سواء في تدني مستوى الرؤية وأيضا كثافة وغزارة الأمطار على مدينة أبها وضوحيها وكذلك المحافظات القريبة في منطقة عسير لا سيما التي تشتهر بإقبال كبير جدا في ظل هذه الأوقات. نعم الزميل عبد الله العبيد، شكرا جزيلا لك هذا الوصف وهذا المشهد المبهج.